غرفة الحوار الإسلامي المسيحي عبر البالتوك مسلم كريستيان دايلوك تقدم. الو 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 سلام ونعمة. اهلا بك يا فندم. الدكتور ماهر موجود لو تكرمتي؟ دكتور ماهر، انا اسمي ابو مريم وبكلم من امريكا، في امكانية ناخد بركة نتكلم معاه؟ الدكتور ماهر في حقيقة قال لي خالص مش سمرك الدكتور ماهر، معذرة. امال مين معايا يا فندم؟ مش نمرة الدكتور ماهر. أنا أخذها من قناة الكرمة، قالت لي أخذها من قناة الكرمة. قناة الكرمة؟ نعم. أقصدوا مش هنطول لك نعم يا فندم؟ ارجع عليهم تاني يدوك، ارجع عليهم تاني يدوك نمرة الدكتور ماهر. أمال مين حضرتك يا فندم طيب؟ يعني أنا بتصل من الكرمة ماهر. طيب في أو تديني الرقم؟ عند السفسار اديتني رقمه. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا، مين معايا؟ اهلا وسهلا دكتور ماهر. اصل هي بتقول الرقم غلط. ساعتك الدكتور ماهر مش كده؟ لا الدكتور ماهر مش هنا، الدكتور ماهر. طب اهلا وسهلا. مش نمرة الدكتور ماهر. اهلا تشرفنا، ممكن ناخد بركه واعرف مين معايا حضرتك؟ انا اسمي ابو مريم بكلم الشيخ صمويل. الشيخ صمويل اهلا وسهلا بيك، الرب يباركك ويبارك تعب حضرتك. معلش معذره، انا يمكن قلت الاسم غلط. يعني حضرتك علم من اعلام الكنيسه في مصر وخارج مصر، يعني كان عندي استفسار صغير لو تكرمت. متشكرين يا فندم. كان عندي استفسار صغير لو تكرمت. بالنسبه للموضوع، شكرا يا فندم. ما هي الصفه الرئيسيه في الاله؟ يعني الصفه الاله، الصفه الاساسيه للاله. الله محبه. الله محبه. طب يا فندم انا عندي الكتاب المقدس بيتكلم على صفه خاصه بالاله فقط، الاله فقط. فعندك في ارميا 10:10 اما الرب الاله فحق، هو اله حي، اله حي. حتى في العهد الجديد نفس الكلام، يقول يسوع في انجيل يوحنا 6:57 الاب الحي. يقول بولس رساله اولى تيموثاوس 6:16 الذي وحده له عدم الموت. دي صفة خاصة صحيح فقط، لأن الخلق كله يموت، الخالق لا يموت. في هذا الحالة ممتاز طبعا، كلام جميل جدا جدا يا فندم. طب العقيدة كلها أساسا قائمة على موت يسوع. يقول بولس في الرسالة الأولى كورنثوس 15:12 ولكن كان المسيح يكرس به أنه قام من الأموات، فكيف قوم بينكم يقولون أنه ليس قيامة أموات؟ فإن لم تكن قيامة أموات فلا يكون المسيح قد قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطلة كرازتنا وباطل أيضا إيمانكم. ولو نحن شهود زور لله، لأن شهدنا من جهة الله أن أقام المسيح وهو لم يقيم من أموات إن كان الموت لا يقومون. لأنه كان الموت لا يقومون يكون المسيح قام، وإن لم يكن المسيح قد قام فباطل إيمانكم. كيف نقول أن يسوع هو الله ويسوع مات؟ الصفة الخاصة بالإله الخالق لا يموت، يسوع مات. خد بالك القيامة يا فندم. نعم صح، القيامة مش هي الشاهد، الشاهد القيامة مترتبة على الموت. الله لا يموت عشان يقيم من الموت. الكتاب المقدس يقول ألست أنت منذ الأزل يا ربي إلهي قدوسي التسمية 32:40 إني أرفع إلى السماء يدي وقل حي أنا إلى الأبد. دانيال 6:26 من قبل صدر أمره بأنه في كل سلطان مملكته يرتعدون ويخافون قدام إله دانيال، لأنه هو الإله الحي القيوم. حتى حضرتك أنت في الكتاب المقدس عندما يقول إيه اللفظ المشهور ابن الله الحي، الله الحي، ابن الله الحي، الله حي إلى الأبد. يبقى كيف يكون يسوع الله حي لا يموت؟ احسنت، كيف يسوع الله ويسوع مات؟
أنا بشكرك من أجل سؤالك وبشكرك من أجل كل الآيات الحلوة اللي أنت جبتها من العهد القديم والعهد الجديد. بس المشكلة بسيطة جدا، أنت حضرتك اسمك إيه؟ أنا اسمي وسام عبد الله. حضرتك وسام عبد الله أبو مريم وسام عبد الله. أهلا يا خسام. أهلا يا خسام، أعرفنا حضرتك. أهلا وسهلا بيك. طبعا 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 من زمان. اهلا وسهلا بيك، عرفني من زمان. اتفضل. انت اخبارك ايه؟ طمني على صحتك. نحمد الله في نعمه الحمد لله. انت وسام عبد الله بتاع المناظرات والمناقشات؟ ايوه انا وسام عبد الله بتاع المناظرات والمناقشات. انا اهلا وسهلا بيك. بكل تساؤلاتك يسعدني ان انا اسمع صوتك واتكلم معك. هل عندك ودن تسمعني؟ اتفضل حضرتك. يعني يا ريت يكون الاسلوب يعني افضل من كده شويه. انت راجل عالم من اعلام. مين هو المسيح؟ مين هو المسيح؟ الله 100% وإنسان 100%. فين الكلام ده في الإنجيل حضرتك؟ كل الإنجيل بيقول كده. الذي كان الكلمة والكلمة كان عند الله وكان الكلمة الله. هذا كان الله. طيب. به كان كل شيء وبغيره لم يكن شيء مما كان. فيه كانت الحياة والحياة كانت نور الناس. هجيب لك بقى 100 آية بس أنا مش عايز أضيع وقتك. أنا عايز أساعدك تفهمني. اسأل زي ما انت عايز. يا شيخ سماويل دي المسيح دي هو تجسد. اقول بس الجمله، انا سمعتك ربع ساعه، اسمعني خمس دقائق. ايوه بس انت حضرتك لو تقرا. المسيح هو تجسد الكلمه. يا سعد. الكلمه صار جسدا. يوحنا 1:14. يا فندم الكلمه صار جسدا. يا سعد الشيخ. الكلمه حل في جسد. يا سعد الشيخ سماويل لو اقول بس جمله ثانيه وبعدين اقول اللي انت عايزه اسمعك بعد كده في ساعه ثانيه. اتفضل حضرتك. يا اخ وسام، الذي مات على الصليب هو الله. لكن مين اللي مات؟ الجسد مات لكن اللاهوت لا يموت. فلما ابليس ضرب الجسد بالموت، ضرب المسيح على الصليب بالموت، اللي مات هو الجسد. لكن الروح لا تموت، اللاهوت لا يموت. لكن كان اللاهوت في الناسوت، والذي مات على الصليب هو الناسوت الجسد. لكن الله الروح اللاهوت لا يموت. تفضل. شيخ سماويل، اولا حضرتك الكتاب المقدس يقول بولس الايمان بالخبر والخبر كلمة المسيح. يقول يسوع من فمك ادينا كلمة الله. لا ارجع لاقدم المخطوطات واصحها، هي بكلمة المسيح، المخطوطة الصناعية والفاتيكانية. اثنين بولس يقول انظروا ماشي. انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفة بغرور باطل حسب تقليد الناس حسب أركان العالم وليس حسب المسيح، حسب المسيح. المسيح نفسه بيقول من فمك أدينك أي العبد الشرير، يعني لابد يكون الكلام من فم الطاهر للمسيح. تمام. المسيح يقول إن كنتم تحبونني فاحفظوا وصاياتي. الكلام اللي حضرتك تفضلت بيه كل الكلام ده إيمانك، مش موجود في الإنجيل من كلام المسيح. النقطة الثانية انت حضرتك. لا انا بجيب حاجه من عندي، انا بجيب حاجه من الكتاب، ما بجيبش ولا حاجه من عندي. اين قال يسوع انا نسوت له؟ اتفضل حضرتك اديني النص. قال ايه؟ يعني ايه الكلمه صار جسدا؟ يعني ايه بتفهمها ازاي حضرتك؟ احنا 1:14. طيب بتفهمها ازاي؟ طيب حضرتك او في كوليس 2:9. طيب يحل كل ملء اللاهوت. طيب فيه جسديا، يعني تفهمها ازاي؟ ممتاز. فسرها لي حضرتك وانا اوافق على تفسيرك. ماشي حاضر. ثواني بس. اولا انا طلبت من حضرتك. معناه ايه؟ دايما ارد على حضرتك اهو. انا طلبت من حضرتك الان. اتفضل. اين قال المسيح؟ بتقول لي انجيل يوحنا بيقول وبولس بيقول، مع ان بولس بيقول انظروا الا يكون احد يسبيكم بالفلسفه. انا ليه سيب بولس خالص دلوقتي؟ ايوه بولس. انت كلوسي ومال كلوس الكلام مين؟ بولس في الانجيل بيقول ايه؟ يا فندم انت ده انا بكمل لك على يوحنا 1:14. انا بقول كلوس 2:9، انا بقول الاول قبليها يوحنا 1:14. يوحنا انا بقول لك يسوع. طيب يوحنا اتفضل حضرتك، انا معايا كتاب جديد للبابا طوابلس. هو يسوع ما كتب لناش كتاب، يسوع علم تلاميذه يكتبوا لنا وقال لهم ان انا هبعت لكم روح القدس يساعدكم تكتبوا. ممتاز. اللي انا قلت لكم عشان ما تنسوش. دي واحدة بس. البابا طوابلس ما فيش تنزيل عندنا، يسوع ما نزلش عليه انجيل. انا حضرتك اسمح لي اتكلم وبعدين حضرتك قول اللي انت عاوزه. اولا في عندك كتاب جديد للبابا طوابلس اسمه مفتاح العهد الجديد. الكتاب ده صفحة 167، الجزء الأول صفحة 167، يقول فيه عن إنجيل يوحنا المقدمة
من الإصحاح الأول العدد 1-18 تمام؟ بيقول لمحات قصيرة موجزة تتناوب مع آيات وعظات ذات طبع لاهوتي مع تقديم الشرح المناسب له. ونلاحظ أن إنجيل يوحنا بدون المقدمة يوحنا 18 يبدو كتاب يهوديا، ولكن بإضافة المقدمة يتضح أنه يتناسب مع العالم اليوناني. ولذلك فمن المحتمل أن المقدمة أضيفت على العمل الأصلي، إضافة على العمل. ده نزيد من القراء كذلك الإصحاح 21 نفس كلام اللي قاله بابا أدرس في كتاب مفتاح العهد الجديد الجزء الأول على مقدمة إنجيل يوحنا من 1-18 قال نفس الدكتور العلامة الدكتور بارت إيرمان. الجزء ده مضاف حضرتك بإجماع علماء النقد النصي، حتى كتاب موجود في السوق. الجزء ده مضاف إلى الآن. حضرتك أنت بتفسر كلام حسب إيمانك أنت الشخصي. أين قال يسوع أنا نسيت له؟ حسب المكتوب. أنا ما بجيبش حاجة من أنا بقول لحضرتك حاجة من المكتوب الجديد. كتب العهد الجديد بتتكلم ان الكلمه صار جسدا وحل بيننا، الكلام مضاف، راينا مجده مجدا كما لوحيد من الاب مملوء النعمه مضاف. اجيب لك من حاجه خارج يوحنا واحد يعني؟ لا دي واحده. ايه رايك لما المعمدان يوحنا المعمدان او يحيى بن زكريا أيوة. شهد وقال هذا هو حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. اي يا حضره انتم المسيح حمل الله الذي يرفع خطيه العالم. يا سعاده الشيخ المحترم انا بقول لك يسوع، تقول لي يوحنا بيقول يحيى، باين عليك بتكذب الانبياء كمان يا حضره الفاضل. طب من كاتب انجيل يوحنا؟ اتفضل. الانبياء مين كاتب انجيل يوحنا؟ من الكاتب؟ اي الدليل شوف بقى يوحنا 20-31 بيقول ايه؟ يوحنا 20-31 انا لو انا كتبت كل حاجة عملها المسيح الكتب كلها مش هتفسح. هو الكاتب اللي شهد، ولما بيتكلم في يوحنا 20-21 عن كلام المسيح معاه وان بطرس كان فاكر ان هو اللي هيعيش الى الابد، قال له لا ده يوحنا. طب شاب يعني في ادلة كتير. لا ثواني بس الكلام اللي انت قلته اول الكوتيشن غلط الاول. بس عايز اقول لك دي واحده ابني اخ الصغير. لا دي واحده اللي انت قلته اساسا الريفرنس غلط. انا راجل عجوز واعرفك من 20 سنه يا اخي. اسمع بس اللي انت قلته اولا. انا اعرفك من ايام يا استاذ الفاضل اسمعني اللي انت قلته. لا انا هقول لا اسمعني الريفرنس غلط. اللي انت قلته مش موجود في انجيل يوحنا 20-21. اللي انت موجود في انجيل يوحنا الاصحاح 21 العدد 25 واشياء اخرى كثيرة صحاها يسوع ان كتبت واحدة فلست اظن العالم كله نفس يسعد. والكلام بيتكلم على معجزات يسوع. الريفرنس بتاعه غلط. اثنين انا لسه قايل لك ان البابا طاووس بيأكد ويقول ان انجيل يوحنا الاصحاح الاول 1-18 مضاف، وان اخر انجيل يوحنا الاصحاح رقم 21 مضاف. حضرتك بقى لو انت اتكلمت على انجيل يوحنا 20، انجيل يوحنا 20 واضح جدا الخاتمه 31 يا فندم. واما هذه فقد كتبت لتؤمنوا ان يسوع هو المسيح ابن الله ولكي تكون لكم اذا امنت حابس. هذا اكبر دليل، مش كلامي انا، كلام علماء النقد النص، ان دي خاتمه انجيل يوحنا وان 27 اصحاح كاتب مجهول. اتفضل يا عم. النقد النفسي ده مش ناس اللي كاتبينه زي حضرتك بيهاجموا. لا النقد النفسي ده مش ناس هم عايزين يقولوا رايهم. ممتاز. انا رايهم فوق راسي، لكن انا مش بقبل كل انا بدرس الاراء اصحابها وراجعها. ممتاز. اثبت ان يوحنا كاتب البتاع وانا اؤمن. انت دلوقتي عايز تناقشني في موضوع ولا في 100 موضوع يا حضره الفاضل؟ انت بتتكلم على ان الكتاب المقدس كلام الله، تقدر تقول لي عدد الكتاب المقدس اللي بتؤمن به كم؟ لا الكلام المقدس ده بشر كتبوه بشر، بس يبقى الشاب من الله وفي اعلان من الله. ممتاز. فين النص اللي بيقول كتبوه؟ فين الكلام النص بيقول كتبوه بارشاد من الله؟ اللي بيقول ايه؟ ايوه فين الكلام ده؟ انت هو بيقول في تمثال كل الكتاب هو نبي من الله ونفع التعليم والتوبيخ في التوحيد والتوبيخ البر. اولا برضو المرجع غلط. انت بتتكلم على كل الكتاب، انت الاول بتقول بارشاد من روح القدس، وارشاد من روح القدس ده كلام بطرس ما كلام بولس.
إلى الكلمة باللغة اليونانية، الكلمة باليونانية جرافي، وكلمة جرافي مش الكتاب. إذن بولس ما كان بيتكلم على العهد القديم والعهد الجديد، تمام؟ النقطة الفرنس غلط، الكلام ده رسالة بطرس اللي إيه؟ اللي بيقول لك إيه؟ ما جاء نبوة قط إلا بإيه؟ من يعني موسوعة من الكلام ده. حضرتك لو تقرأ الكلام ده وضوط رسالة من الإصحاح رقم 2 العدد 119 رسالة ثانية، وعندنا الكلمة النبوية وهي اسمت التي تفعلون حسنا إن انتبهتوا إليها كما إلى سراج منير في موضع مظلم إلى أن ينفجر النهار ويطلع كوكب الصبح في قلوبكم. بيتكلم على كتب الأنبياء مش العهد الجديد، عالمين أن كل نبوءة بروفيسي نبوءات لم الكتاب ليس من تفسير خاص، لأنه لم تأتي نبوءة مش الكتاب كلام الله قط بمشيئة إنسان، بل تكلم إناس الله قديسون مسوقين من الروح. أنا بستغرب كل حضرتك المراجع بتاعك النصوص ما بتلاقيهاش صح. ايه رايك؟ رايك ايه؟ رأي اللي انت قلته فين قال لك فين قال العهد الجديد كلام الله؟ الناس تعالى البرنامج عندي يوم السبت، برنامج اولاد ابراهيم على قناه الكارما كل يوم سبت. انت مظبوط 12:30 بتوقيت كاليفورنيا، 9:30 بتوقيت القاهره. انا بقول لحضرتك تعالى وشرفني وانا هديك الفرصه على الهواء قدام الناس كلها. يا حضره الفاضل المحترم انا بكلمك، ايه رايك؟ انا بكلمك على الهواء الان وانت راجل عالم، كل الكلام بتاع غلط، كل النصوص كلها غلط، ما جبت النص صح. ايوه اشكرك، بس انت ايه المانع تقبل العرض بتاعي يا لا بالعكس، انا بكلمك على الهواء مباشره الان، انت على الهواء مباشره الان بكلمك. يا شيخ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش تجيب لي موضوع اقول الفلاني وانا الشيخ وسام عبد الله حتى المسيحيين وقول بتاعك اللي انت بتقوله بترغي فيه بقالك 20 سنه وما بتعملش اي نتيجه. انا عايز واحد يكون بيحترم الحوار ويجي يتناقش معايا على الهواء. انا اولا انت اتعصبت ليه؟ انت اتعصبت ليه؟ والله منظرك مش كويس. اولا انا بناقشك في اسم الكتاب المقدس وانا راجل مسلم وامام الناس كلها ثبتت ان انت ما تعرف حاجه في كتابك، حتى النصوص اللي بتستشهد بها نصوص غلط. مش هعبر عليك. حتى يا حبيبتك انا بكلمك مباشره، انت هتأجلها ليه؟ ما انت بتتكلم الان اهو، هتأجلها ليه؟ اثبت الانجيل. يا عم انا عايزك تيجي على الهوا مباشره. انا انت على الهوا الان بيوصل لكل انت على الهوا الان ايه قناه وصلت لكل العالم اللي بيحاول يشوفوك في الشرق. انقل على التلفزيون، انقل على التلفزيون، انا ما عندي مشكله، انقل الان، انقل. بقول لك يوم السبت انا يا حضره الفاضل الدين معايا صور هدوس عليها يا استاذ الكريم. افضل الحاجات بتاعتك دي يا شيخ وسام عيب. لا كبرت بقى وعيل يا ابني، عيب يا ابني، عيب لما اكون راجل كبير وعالم وانت جاهل، والله اسلوبك اسلوب واحد جاهل. انت مش عارف تجيب نص صح، انت مش عارف تثبت اي شيء، ما عندك دليل على اي شيء، كل اللي انت عاوزه التلفزيون عشان تعمل كنترول على التلفزيون. اعطيني اي دليل ان متى كاتب انجيل متى، مرقس كاتب انجيل مرقس، لوقا كاتب انجيل لوقا، اتفضل اديني دليل. برنامج اولاد ابراهيم على قناه الكارما كل يوم سبت 12:30 بتوقيت القاهره، توقيت كاليفورنيا 9:30 توقيت القاهره. خلاص اقبل خلاص قلت اللي عندك. فين بقى ده؟ فين ده؟ فين الاجابه بقى؟ فين الاجابه؟ فين الاجابه؟ انا جابت ايه؟ انا عايز اسمع منك. انا بقول لك فين الاجابه الان؟ بس بقى باسلوب الحوار المؤدب المحترم المنظم. يا استاذ الكريم انت مش عملت الاعلان، بالعكس انا بشكرك جدا اللي عملت الاعلان. ليه بقى؟ لان انت على الهواء مباشره والناس سامعاك والناس هتعرف ان بتكلم مع مين، تمام يا شباب؟ والله مش متشكرين جدا، الراجل عامل اعلان واكد انا بتكلم مع مين وهو مذيع وخالات كذا وليه برنامج اسمه كذا وفي الاخر اهو ابيض يا ورد. ابيض ولا اسمر، انا بقول لك اهو بتحداك. تتحدى مني يا استاذ؟ انت عارف حاجه استاذ؟ رد عليا، انا بكلمك على الهوا، انت عاجز. انا اقسم بالله في ناس مسيحيين بيسمعوك دلوقتي، انت عاجز عاجز عاجز. انت جبت النصين الريفرنس غلط، وجبت انجيل يوحنا الريفرنس غلط، جبت لك بالدليل والبرهان ان انجيل يوحنا المقدمه مضافة ومن بابا الكنيسه الكاثوليكيه الارثوذكسيه اكبر علماء النقد النصي، وانتش عارف.
انت ما انتش عارف شيء. رد علي، اعطيني نص يقول ان هذا الكتاب كلام الله، اعطيني دليل على ان متى او لوقا او مرقس او يوحنا كان. انت بتكذب وتضحك على الناس وبتضلل الناس، وده شيء خطر جدا عليك. سامعين يا انا سارة؟ سامعين؟ سامعين العادس؟ مين ايه؟ سامعين العادس؟ بتكلم على واحد اكبر واحد بيحب المسلمين في العالم. يا عم سيبك من ايه الكلام الفارق ايه؟ سيبك من الافلام الهند دي. I love you. انت برني هتغني له اغنيه برني I love you I love you too؟ هو انت تثبت ان يسوع بقول لك ايه دليل الله تقول لي يسوع حبه؟ يا راجل ما انتش مكسوف. اول اقول لك نفسي يقول لك كلامك صح. حصل ما حصلش يا اخوه؟ حصل ما حصلش صح. الله لا يموت صح. طيب انت بتقول ان يسوع مات، انا بسالك سؤال، الايمان بالخبر والخبر بكلمه المسيح، اين نجد كلمه يسوع من كلام المسيح؟ أنا بدعوك تيجي معايا في البرنامج يا حبيبي. سيبك من إبراهيم يا بطل أفلام هندية بلا أولاد إبراهيم ولا بتاع. أين قال يسوع أنا نسيت العود؟ أين قال يسوع أنا نسيت العود؟ تقدر تنزل الكلام ده؟ أين قال يسوع نسيت العود؟ اتفضل الشيخ طويل. أين قال يسوع أنا نسيت العود؟ أين قال يسوع أنا نسيت العود؟ الكرمة. أين قال يسوع العود؟ خلاص أنت تعلم عليك، تعلم عليك. مع السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الرجل ده راجل حاجة كبيرة جدا جدا يا اخوة. خليني بس ايه اجيب لكم ال جدا 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 جدا. اسمه الشيخ سماويل. اعملوا بحث عليه يا اخوة كرام. جدا. الكل سمع يا اخوة كرام. كل الريفرنس بالعربي الريفرنس يعني ايه؟ النصوص كلها غلط. ما جاب نص صح. ابدا. فاكر حضرته قاعدين في كنيسه وقاعد بيقول لي في كنيسه. طيب كان معانا لواء مباشره السماويل. خلينا نجيب لكم بعض البيانات عليه. الراجل ليه برنامج على قناه الكرمه. لو تعملوا بحث عليه يا اخوه الكرام. ثواني بس. دي واحد. الراجل ليه فيديوهات لا تعد ولا تحصى. اسمه الشيخ سماويل. الحمد لله. الحمد لله. الله أكبر. كبير. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله ربي يهتف باسمك قلبي. الحمد لله. الحمد لله. حمدا إلهي وشكرا أنت يا معبود يا من جل قدرا. جل قدرا. لك الحمد طوعا لك الحمد فرضا وثيقا عميقا سماء.